اليوم راني منور، اليوم راني مهول، اليوم راني معول، اليوم راني نفضح الواقع المعور. الله جيب لي جان، جيب الشياب، جيب الصحاب، جيب الحباب، جيب الجيران، شوية شيخات شوية جرات، شوية منشير مكره في الشيات. أوه البلاد في إفلاس، شو ناس بردو في الأحباس. أوه شبعونا بفياس، سلطة خردة كلش حباس. مرحبا بكم بعد جديد من دايرة البوز. اليوم معنا الكثير من الأخبار وفيديوهات جبناها لكم. لطفي مرحبا. مرحبا بكم ليكيب. اليوم دي سيوجي مشاخش غا بيان 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 خويا مخلوف. أنا تاني كاين شوية جديد اليوم سيرتو في الرياضة خويا. دخلنا في البوكس العالمية العالمية. حتى أنا جبت لكم شوية رياضة وشوية ثقافة كنا العادة. دونك نتلاقاو بعد هاد لو كليب فيت في جديد خلاص تاع بلطي ومن بعد نحكيو على الأوضاع ديالنا والأوضاع العالمية. نطاك دون 5 4 2 1 0. دايرة البوز. والدنيا برد عليك تخلي مصروف للأمي ما وعلى وليدي ما نوسيك. انت تقري وانت توري وانت لي في العاية تكسير. انت شاكي تعبت علينا عمرك ما تقول عيد. انت بابا ويا بابا، بابا ويا بابا. معاك انت عرفت دلالي والبوصال ترضيك. ومهما نكبر يا غالي مان الوعسة في ديك. انتي بابا ويا بابا، بابا ويا بابا. انتي سيد وانا شبلك وحاميني في غابة. انتي بابا ويا بابا، بابا ويا بابا. انتي سيد وانا شبلك وحاميني في غابة. ان شاء الله نكبر ونعطيك، نكبر وما نخليك. ان شاء الله نكبر ونعطيك، نكبر وما نخليك. ومشينا بكلام المولى الله ورضاية والديك. بارك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى مره اخرى ومرحبا بكم. فاطمه مرحبا بك مره اخرى. خويا مخلوف اليوم راه كونفورم جيسبر. لاباس جيسبر اونفورم. نبداو الحصه تاعنا كالعاده 54 دقيقه جماعه، فيها شويه منشير شويه تقطع وشويه ضحك وشويه زهو وفيها شويه موعدات. اليوم الدخله راح تكون قاسيه شويه من مدينه عنابه، وكما شفتوا لا ديرنيير فوا حكيت لكم قلت لكم كل سمانه للاسف عدت نقول ربي يرحم الحراقه اللي ماتوا، ربي يرحم اللي توضروا، ربي يرحم وربي يوقف مع والديهم اللي راهم حزنين عليهم. هذا الاسبوع للاسف ايضا كانت سمانه كحله على الشباب تاع الجزائر وعلى الجزائر الكل. كان واحد الاخ اسمه سليمان الاسمر، هو من مدينه عنابه، واحد كارتي اسمه خرازه، وهو تانا خرجوا في 17 فلوكا للاسف توضروا. نشوفوا جزء باش نوعي وباش ندعيوا العائله تاعهم وباش نعرفوا الازمه اللي رانا فيها. المدعو سليمان الأسمر صاحب 28 سنة، بعد محاولة الهجرة رفقة مجموعة متكونة من 17 شابا عبر قوارب الموت. نسحق من الحكومة جيب لي ولدي، نسحق من الحكومة جيب لي ولدي. ميت ولا حي، ميت ولا حي يا أخوي. خويا سليمان
إخواني نتأسف على الدخلة شوية حزينة لأنه قلبنا تقطع كل وعاد الحدث والحديث هذا الأسبوع غير على الحرقة اللي روحوا هادما من عنابة 17 مساكن عادة الأم مسكينة تقول ميت ولا حي جيبوا بركة مساكن وعنا في تكزيرت وشي شفناهم في جهة تيزي وزو بابور فلوكة كيف تغرقت وشفنا الناس تنقد فيهم وجهة وهران شفنا كيف المغاربة قاعدين ينقدوا في الأرواح تاع الجزائريين يعني إلى متى الشعب كامل حزين الشعب كامل يعزي في بعضها ومتآزر إلا عبد واحد يا جماعة للأسف مش ولاتي بالشعب وقاعد يعزي في ناس أخرين شوف المعاد هاك الارتيكل دوك تفهموا علاه الرئيس تاعنا راهو يعزي في دونالد ترامب ويقول له ربي يرحم جورج بوش ولا بوش الأب كما يقولوا احنا يعني الناس كل كما قلت لكم راهي تعزي في بعضها والناس كل حزينة إلا الرئيس تاعنا راهو يعزي وقلبه راهو معلق بالناس الأخرين ومش معلق بالشباب ويبعث رسالة شوفوا الرسالة المكتوبة كيفاها جماعة في الإكران رسالة يكتب فيها ويعبر فيها عن مشاعره ويقول للناس إن الشعب الجزائري راهو حزين الشعب الجزائري راهو متأثر بوفاة بوش الأب اللي كان عظمة كبيرة هو ما عمبالوش هذا الرئيس مسكين اللي مقفول عليه في شمبرة وراقد باللي الشعب راهو متأثر بالشباب اللي قاعدة تموت الشعب مسكين راهو متأثر بهذا الفضائع اللي قاعدة تصير لأولاده وشعب الرئيس تاعنا والله يا خاوتي ما عمبالو بالدنيا راهو مبرونشي في عالم واحد آخر أمر مؤسف حبيت نبدأ به باسكو ديما نساند خاوتي ونساندوا بعضنا أمر واحد آخر حبينا نحكيوا عليها جماعة هو اللي جيلي جون وتقلبت فرنسا ولا بوليس ضربت الشعب والشعب ضرب لا بوليس وحرقوا وكسروا في نص هذا كل همي ضحك وهمي بكي واحدة جزائرية قاعدة تمانيفيستي ما فهمناش نسات ولا ضربها الزمهريري المهم شوفوا هذيك الفيديو اللي درتها اون ديريكت لايف بسكايب تاعها لجبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا الاستقلال يونادينا الاستقلال الاستقلال واكلنا يا بلادي يا بلادي أكرح الأواتي بلادي يونادينا نسينا تخلطت طلع واحد عايت ماكرون يقول يونادينا يونادينا الوش يونادينا اللي جيلي جون تخلطت عليها مسكينة على كل حال كانت يعني هذه بزات بزاف وحاجة أخرى هاد اللي جيلي جون أطروا لأنهم قام وقع فيهم تغيير والحكومة الفرنسية تراجعت بعد ما كما قلت لكم لابوليس ضربوا الشعب وبعد ما صرا هذاك وش صار الحكومة تراجعت والتوانسة اللي معروفين قلبهم سخون وقلبهم حار والدفاع عن الحقوق تحية للتوانسة اللي يشوفوا فينا وراء الكاميرات هما تانا في بلاس لي جيلي جون حبوا يديروا لي جيلي غوج حط لي اخويا عبد الله نشوفوا الفكرة اللي حبوا يديروها لي جيلي غوج وعلاه هما تانا باش يندوا على الأوضاع تحم وعلى الزيادات تحم وهذه المعارضة اللي خرجت اقتبست الفكرة بس احنا في الجزائر المعارضة تاعنا قالت لهم لا حتى احنا نديروا لي جيلي ولهذا صعب الشتاء تاعنا كنشوفوه مليح داروا لي جيلي اورانج خويا عبد الله هام لي جيلي اورانج تاعنا احنا الانبطاح والقبول والسكوت والرضوخ ولا خروج على الولي احنا قابلين بالسعيد قابلين بالقيد قال لك احنا ماشيين افون كانت جوست هذه الدخله بلا كانت شويه حزينه بس حبيت نفكركم بوش كي صاير في العالم قبل ما نروحوا للفقره تاع اختنا فاطمه إذن اليوم راح نتكلموا على واحد الفيلم أنيماسيون 3D عربي أول فيلم أنيماسيون يندر في سنة 2000 ديسمبر 2015 إذن هذا الفيلم علاش راح نتكلموا عليه اليوم صح. لأنه خرج مؤخرا اون دي في دي في 29 نوفمبر 2018 خرج اون دي في دي يعني بإمكان الجميع اقتناء هذا الفيلم ومشاهدته هذا الفيلم خرج في مهرجان دبي سينمائي وخرج السينمات العالمية في 2017 ولقى نجاح كبير هذا الفيلم اسمه بلال يحكي سيرة حياة الصحابي بلال بن رباح نشوفوا لقطات من هذا الفيلم ونرجع لكم تعالوا ادخلوا اثبتوا ايمانكم بالمال والهدايا
إن فكرهم ينتشر كحريق هائل عبر المدينة. انظر حولك، لا ملك ولا إمبراطور حكم هنا. أتريدني أن أنزع القيود؟ ما رأيك يا بلال؟ نحن إخوة، نقاتل إخوة. ضع حدا لهذا. بلال. فيلم اخويا لا بوند انونس ان توكا قتاله كيما يقولوا على على طريقه تسمى لي ستوديو بيكسار وديسني الكبار خلاص هذوك. اي بلال هو فيلم انيماسيون سينمائي ملحمي بانتاج سعودي واماراتي. اختاروا هذه القصه على خاطر تشبه الدراما في فيلم هوليود. هو فيلم ثلاثي ابعاد عربي ناطق بالانجليزيه. اختاروا الانجليزيه اللي باش يتمكن من الاشتهار بطريقه اسرع. كتابه سيناريو دامت 7 سنين والتنفيذ تاعو 3 سنين. شارك فيه 88 ممثل من كامل أنحاء العالم وأكثر من 327 شخص خدموا على تنفيذ هذا الفيلم. عرضوه في كامل أنحاء العالم وتحصل على جائزة غينيس لأطول فيلم أنيماسيون. إمكانيات ضخمة يعني. إمكانيات يعني حطوا باكي ويعطيهم خدمة تاع 3 سنين. 3 سنين بيان سور. هي قصة قصة بلال بن رباح معروف الصحابي، بصح هما ما تناولوش الموضوع من ناحية الدين، ماهيش الرسالة ديسانيمي، لا تناولوا موضوع تاع إنسان كان محبوس وضد الاضطهاد وبفضل بيان سور الكوراج اللي عنده وبعديك اعتنق الإسلام وبعديك راه يعني ملحمة كبيرة. وكما قلت يدخل صح، وهو حتى الفنانين والمعنيين بالأمر في أمريكا وكامل أنحاء العالم اهتموا جدا بهذه القصة لأنه أول مرة يتم تناول قصة شخص ذو اصل افريقي في كرمز كايغو كبطل في السينما 3D الانيماسيون. دونك هذه حاجه جديده. وحتى في المنتجين العرب داروا مؤسسه سبيسيال جديده غير على جال تنفيذ هذا الفيلم. واشتهروا حتى بحركه الشعر اللي حتى الامريكان وما يقدروش ينفذوها في تقنيه الانيماسيون. خدموا على كيفيه تحريك الشعر كما شفنا في الفيديو. وحتى الان هما مطلوبين ويجوا عندهم ديك اليوم الامريكان باش يجهزوا لهم هذه التقنيه بالافلام الاخرى. وي سي فري. ان توكا لو فيلم الى بوزي. هو خرج في 2016 2015 ودرك نخرج دي في دي، يعني درك يقدروا الناس يشوفوا بكاليتي وجوده 3D. لو بروبليم سي كو هذا لو فيلم كاين بعض الناس انتقدوه وكاين بعض الناس شكروه. بعض الناس قال لك لا كيف هذا بلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم تحطوه في ديسانيمي. وبعض مام الدعاة والعلماء قال لك لا، بما انه الشباب عادوا يقتديوا باللي ايرو تاع مارفل كيما سوبرمان كيما بليتو كيما ايرون مان وكيما سبايدر مان وتعرف فليتوكس مان، هذوما كل الناس ولات تقتدي بهم وحافظينهم. قال لك اور كو ثقافتنا احنا وديننا احنا الاطفال يحتاجوا هذا النوع. انا نشوف خطوه ملاحه. طبعا الانتقادات كاينه، طبعا هو اقتباس يعني سي با لا ليستوار يعني شعره بشعره كي يقولوها. ان توكا حبينا نوريوها في الحصه هذه باش تفهموا باللي كاينين ناس اخرين في دول اخرين قاعدين يتقدموا جماعه وما يصرفوش الملايير 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 المملياره على جال فيلم ما يجوز حتى في التيلي. حنا مازلنا الامير عبد القادر، مازال لنا عده يعني ابطال في الجزائر ما قدرناش حتى نديروا لا ديسان لا فيلم. حاصل نشكرك الاخت فاطمه. اون بليس عندك اليوم فقره جديده حابين نبتكروها ونديروها المره دي باش اي صح. اليوم نقدم لكم فقره المقتطفات. المقتطفات بدنا نجربوها ونشوفوا كيف الاخبار. فوالا هاي نجربوها. شوفوا معنا هذه
هذا الأسبوع كان اليوم العالمي لمكافحة داء السيدة، والجزائر تسجل للأسف أكثر من 12,000 مصاب بالسيدة. بالخادم يقرأ الفاتحة على العودة القوية ديالو للساحة السياسية، وحزب الأفلان من بعد الطريقة المهينة اللي خرج بها من الحزب. علي حداد يترشح لعهدة ثانية لرئاسة الأفسيو ويولي مصدر سخرية في مواقع التواصل الاجتماعي، بما أنه المترشح والمتنافس الوحيد على نفسه. دونك يان سول كانديدا. أنا هو. الأئمة مساكن ما استجابوش المطالب ديالهم بعد رفض وزير الشؤون الدينية باش يزيد لهم في الأجور. لكن إذا وصل إلى هذا الحد ربما ستكون لنا وقفات وطنية قريبا أمام البرلمان أو أمام وزارة الشؤون الدينية. بما أننا في عصر التقشف، الحكومة قررت تشري 40 سيارة بصفقة 14 مليار سنتيم للبرلمانيين. صحتكم التحويسة. هذه كانت الفقره تاعنا جديده تاع المختصرات ولا المقتطفات. ها سي سا، دونك اشاك فوا نجيبوا شويه مواضيع باسكو الوقت ما عادش يكفينا، قلنا عدنا نحطوهم في باكيج صغير ونحطوهم كومبريسي حتى نجي فقره خونا مخلوف. المهم الفقره تاعي انا كالعاده ما تلومونيش اخوتي، قلبي معمر تاع عمار كبير، ولو نحب نضحك ونحب نخفف بصح قلبي معمر. واحد الشاب محافظ شرطه في عنابه كيف اسمه محمد عبد الناصر، جان صغير 48 سنه، للأسف توفى هو تانا، مات في الجزائر الحبيبة تيعنا. كيف نتأسف، نحب نوري لكم المأساة تاع العائلة تيعو، مش باش نشفى ولا باش نتآزروا معاه مجمعة، وباش نعرفوا حجم المشكل اللي رانا فيه في الجزائر. ولدي خلاني يا يمه، ولدي يا يمه، ولدي حرقتيني يا بابا. حافظ الشرطة محمد عبد الناصر ذو 48 سنة، المغدور به، أب لأربعة بنات، يقيم بمنزل والديها بحي خرازة التابع إداريا لبلدية وادي العنب ولاية عنابة. كان طيب سي مواليه، ولا هو نشهدوا له وربي يرحمه، ومات على خدمة الوطن. إنسان مات على خدمة الوطن شهيد، وإن شاء الله ربي يثبته وربي يصبر والديه ويصبر جيرانه. نطلب ربي إن شاء الله يثبته عند السؤال. هو شهيد الواجب الوطني، ضحى بالنفس والنفيس تاركا خلفه زوجة وأربعة بنات لا يملكون بيتا في وطن مات لأجله. هي دعوة للسلطات المعنية للنظر في وضع عائلته والقيام بالواجب على أكمل وجه نحوهم. الله يرحمه خاوتي، أخ محمد عبد الناصر من خرازة، ربي يرحمه ربي يوسع عليه وربي يمد صبر لأهله. شاب جزائري 48 سنة، أربعة بنات جماعة، يخدم عند لابوليس، وكما شفتوا مازال ساكن في دار والديه، مازال ساكن في 48 سنة، مازال ساكن. شفتوا جماعة لابوليس وين يسكنوا؟ شتوا ساعة ساعة احنا ننتقدوا الشرطة، ها مجماعة وين ساكنين؟ مازال صغير 48 سنة، هذه هي الجزائر. عاد الشاب مسكين اللي مات وضحى، هاي حياته. احنا مسؤول تلقاه مش 48 سنه، 80 سنه ومازال في الحكم وكسب وعنده دار، وشباب الجزائر قاعده تموت. حبيت نحطها باش نعرفوا قيمه الشرطه يا جماعه، هذه المهنه الصعبه، هذه المهنه اللي راهي في الريسك اش 24 يا جماعه. مسكين عم بالكم القضيه لونكيت، كيما عم بالكم مسؤولين ماهمش راح يخرجوا للصحافه ويحطوا لونكيت كيما يديروا في الدول الاخرى. طبعا لا، مات ربي يرحمه، قدر الله وشاء فعل، قال لك جراوره واحد طاح عليه باب مات، كيفاه شكون السبب، ما هي عم بالناش. المهمات ربي يرحمه، احنا يا اخي نتآزروا مع العائله ونقول والله غالب هذه الجزائر، هذا قاعد يموت في البحر شاب، والاخر قاعد يموت مسكين شرطي، والاخر بالك راه حمايه مدنيه، والاخر بالك راه جندي. ربي يرحمكم خاوتي، الصبر الصبر، نجي نهار تتعدل البلاد وكل واحد يعطيه له حقه. في هذا الوقت يا جماعه لما نقرا رساله رئيس الجمهوريه ويقول بوش راه كان شخصيه عظيمه، نقول له لا يا سي الرئيس ربي يرحمك، هذا الشاب محمد عبد الناصر هو اللي شخصيه عظيمه، كان عايش زوالي مربي ربع بنات مات من أجل الوطن. هذا اللي لازم يحكيوا عليه في الأخبار، مش بوش اللي مش سامع بيكم، ولا ترامب اللي مش سامع بيكم. للأسف
حنا نقولوا في بلادنا ما عادوش يعرفوا قيمه الرجال. ربي يرحمك يا اخي وربي يرحمك ونتقدموا التعازي تاعنا الناس خرازه كل ربي يرحمه. وننتقلوا الى فقره اخرى بعد هذا الفاصل. في الفقرة الثانية هذه تاعي حبيت نحكي على موضوع مهم جدا. شفتوا الدرنيير مون في الجزائر صرات فيضانات كما صرات في الطليان كما صرات في ايطاليا كما وصراو خسائر تاع فيضانات كما صرات في الكويت. وشفنا بيان سور انه هذه الفيضانات دارت كوارث دارت اموات دارت فضائح دارت يعني حوايج مش ملاح للمجتمع تاعهم. في الكويت صرات حاجة عجيبة خلاص لما شفتها قلت هاد الناس يعرفوا قيمة حاجة. هذه الحاجه يا جماعه لما تشوفوا الفيديو هذه تفهموها تري تري بيان اللي ناقصه عندنا بزاف. حط لنا عبد الله الفيديو درك تشوف. مشاهدينا الكرام، تقدم وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس حسام الرومي اليوم الجمعة باستقالته من منصبه وتحمله مسؤولياته الأدبية إثر الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين والمقيمين جراء موجة الأمطار. في الكويت تقدم وزير الأشغال العامة حسام الرومي باستقالته من منصبه وأعلن تحمله مسؤوليته الأدبية إثر الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين جراء موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد. فقد تقدمت باستقالتي إلى سمو الرئيس معربا عن اعتذاره لكافة المواطنين والمقيمين الذين تعرضوا للضرر. شفتوا يا جماعة عجب ولا لا؟ صرات فيضانات يخي من عند ربي من عند ربي صبت الشتاء من عند ربي ماتوا ناس مكتوب قدر الله شاء فعل. بصح الإنسان اللي يعرف مهنة تيعو وعنده الشرف تيعو كما المسؤول هذا اللي اسمه حسام الرومي هو مسؤول الأشغال قال لك أنا هو المسؤول نقدم الاستقالة تيعي لا فوت تيعي أنا مهما تعدت الأسباب. قال لهم باللي لا فوت تاعي انا جماعه اعترف لانه كان هو الوظيفه تاعو انه يسخر هذوك لي تويو من تحت كل الامكانيات باش ما يصراوش خسائر. مالغري هذيك الخسائر تاع الكويت راه ما نقارنوهاش مع الخسائر تاعنا. مالغري تاعنا احنا لما مات خرج المسؤول قال لكم حتى شي ماتوا زوج بركه قلبتوا الدنيا. هما لا في الدول المتقدمه فكريا يا جماعه فهم باللي هذه مسؤوليه تاعو هذه امانه. احنا لا خرج قال لك لا وربي حط المطر والماء من تحت والدنيا تقلبت. لا يا اخي انت المسؤول انت كلفت نفسه. ولما نروحوا الى مستوى شويه اعلى لما شفنا واش صرا لهنا في فرنسا لهنا في فرنسا صارت لنا مشكله وخرجوا ناس كسروا وخرجوا لا بوليس ضربوا الناس والناس ضربوا لا بوليس والكريموجان وتخلطت وقع الضرب. بس شكون سبب هذا الفوضى؟ في الدول المتخلفة الدكتاتورية دوك تقول لك أيادي خارجية وهم يحركوا غيرين من البلاد. وفي الدول كيف الدكتاتورية بصح المتطورة تقول لك لا حبوا يديروا انقلاب ومشاكل. بصح في الدول النامية فكريا نجماعة تقول لك هاد الفوضى اللي صارت في البلاد سببها الرئيس. خرجوا كل قالوا سبب الفوضى في فرنسا هو فشل الرئيس ماكرون. ياه هل يقدر واحد كل تفقوا باللي فشل كارك من الأول هدرت ومن الأول خرجت هدرت مع الناس ومن الأول كلميت الناس ويتحمل هو المسؤولية ويتحمل المسؤولية ويتراجع يا جماعة. شفتوا الفرق؟ وأكثر من ذلك كاينين واحد دو ريسبونسابل تاع لي جيلي جون كان عبد الله يعطيني لافوتو تاعهم. هاد لي دو ريسبونسابل يا جماعة عمالكم واش داروا؟ صدق أو لا تصدق يا عزيزي المواطن الجزائري باش تعرف وين رانا وين راهم. هاد الزوج يا جماعة راحوا لابوليس ورفعوا دعوة قضائية ضد الرئيس ماكرون كي حرش لابوليس باش يضربوا الشعب. ياه دعوة قضائية ضد الرئيس قالوا له نعم أنت درت عمل بربار درت عمل شر رحت حرشت الشعب لابوليس باش ضربوا الشعب. ولابوليس قبلت كيما يقولوا هاد كيف يقولوا بالعربية لابلانت الشكوى قبلوا الشكوى يا جماعه قبلوا الشكوى يا جماعه وقالوا نعم في القانون تاعنا عندنا بند يقول باللي اذا تسبب اي مسؤول في فوضى وفي كذا فهو يتحمل العواقب تاعها. فراحوا حطوا شكوى ضد الرئيس. يا حسره شكون يحط ضد شكوى يا جماعه؟ جنود تاعنا تاع الجيش الهاشمي اللي ضربوه برصاصه بلاستيكيه عوروا له عينه شكون راح يشكي بالبوليسي ولا بفلان اللي يطير عليه؟ شكون راح يشكي بالطلبه مساكن تاعنا تاع الميدسين اللي ضربوهم للراس وفي قولهم راسهم؟ الطلبه كيف تاع الهندسه اللي رماوهم الطفله تاع الحجاب اللي تكسرت يدها وداوها للسبيطار.
شكون المسؤول على هذه الامور؟ شكون المسؤول اللي راهو راقد في الدار وما عم بالوش بالدنيا؟ شكون المسؤول اللي راهو غايب؟ شفتوا يا جماعه الفرق في بلدان متطوره لما المسؤول يكون راجل وفي حل ويقدم الاستقاله، ولا مسؤول يكون راجل وفي حل ويقول انا سبب الفوضى اللي صارت في هذه البلاد من تكسير ولا بوليس اللي ضربت، بوليسي خاطئ يطبق في القوانين فيتحمل ويتراجع، ومسؤول مسكين ما عم بالوش بالدنيا خلاص راقد في سابع نومه، نتمنى له الشفاء العاجل ونتمنى له ربي تبتوا في سؤال الملكين، ولو انه سبريماتوري بس نتمنى له ربي سبحانه يتبتوا في سؤال الملكين. كانت هذه الفقره تاعي شويه كود جول شويه مغشش، برك هذوك نروحوا الزابينغ لعل وعسى يخفف علينا بشويه فكاهات وشويه ضحك. البلاد اللي ما فيهاش مشاكل ماهيش بلاد، وإحنا والحمد لله ما عندناش مشاكل. اسكت. مستواهم في الرياضيات والثقافة العلمية وفهم المكتوب لا يطابق المستوى المطلوب. منها ما يلي نظرية الإدارة العلمية التي تعتمد على استخدام الأسلوب العلمي للاتحاد. ماما حبيبتي رأيت ابنة خالتي جهينة، ألقيت السلام لعبنا سويا ثم مشينا، وماذا بعد؟ أعرتها أقلاما وألوانا، ولما؟ نفذت من عندها الألوان. مستواهم لا يطابق المستوى المطلوب. القطكات والفأرورات والأب فاذر والأم ماذر، وأبدا عندهم نذر، والحمار دنكي والقرد منكي. ألو. نعم ألو. إيوا بونسوار. وأنا بإيدك أكسسوار. كيفك؟ الحمد لله يا أخويا. واش نزيد لك؟ أما خير تروح تطبع في الدراهم ولا تخليني نجيب لك ونعطيك الدراهم؟ يا سيدي واش هاد الهموم هادو؟ منين جاو هاد المصيبات هادو؟ مي سي با فري، يفو فريمون تكرهوا الجزائر باش ترفضوا اقتراح شعبي كيما هذا. أنا على الشيطان راكم حاملين المسخرة هادي ولا شنو؟ جيلي جوني واش جيلي جوني كيما لا جيلي جوني فور دانسي بيتي جيلي جوني. أنا خدامين من 2014، رانا نسالو 2014 و 2015 و 2017 و 2018 كومبلي، كنا مشومرين زادو دروك تشوميرا اكثر. سي ترو شي جي فولي ميت لي سان سي ترو شي جي بيي لي تاكس سي ترو شي فوكوتيزي فارسي سي ترو شي فوكوتيزي فارلا سي ترو شي. مستواهم لا يطابق المستوى المطلوب. شو حرقت لك قلبي؟ ليش؟ ما يسخني. وصل ليلة البارح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للجزائر. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الحق ليلة البارح. مستواهم لا يطابق المستوى المطلوب لمعالجة الوضع مما جعل تلامذنا يخسرون ما يعادل. فوالا مزية شوية بن غابريتنا حين على بالنا قبل ما ننتقلوا ليه ليل فقرة مخلوف، شوية سبور شوية ضحك شوية هكا شوية تحاوروا فيت في فقرة مخلوف. خويا مخلوف مرحبا بك يا شاف. يا شاف راك ميزيتي اليوم حشام حشام شويه حشام حشام روح بون. نبداو بالفوتبول كالعاده، وهذه الخطره نحكوا على البالون دور، الكره الذهبيه، جائزه الكره الذهبيه لافضل لاعب في العالم. دونك اللي هو كان
كونكورونس صعيبه العام الماضي. كونكورونس صعيبه، حاجه جديده، حاجه جديده كما شفنا حاجه جديده في المونديال اللي هي لا كرواتي اللي حقت لا فينال. ودونك اللي كان اللي ربح ربح هذا العام في 2018 هو لوكا مودريتش. لوكا مودريتش هذا اللاعب الدولي تاع لا كرواتي، هو ربح هذا هو يعني نعم هذا هو ربح وي 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 نعم الجوار هذاك اللي كان يجي دار حاله، واللي هو ثاني لاعب محترف في ريال مدريد يلعب ميليو تيران. دونك هذا اللاعب هذا كانت متوقعه ولا كانت مفاجاه؟ كانت مفاجأة الكبيرة أنه ربح ب 400 ربح ب 753 بوان، ها بزاف على الآخرين. يعني الدوزيام اللي جا اللي تحته اللي هو كان كريستيانو رونالدو جاء ب 476، دونك إيماجين من 753 ماشي قال فاتوا بشوية ولا دونك هاربوا هارب عليه بزاف. مالا ميسي ما تحكيش عليه، مالا ميسي راه ميسي جا الخامس مور مبابي. عندك أنطوان غريزمان اللي هو يلعب عند البي اس جي، يلعب عند فرنسا ثاني اتاكون شامبيون دو موند. نعم شامبيون دو موند. دونك هذا كيليان مبابي. دونك نولي عندي نولي عنده، قلت لك مور مبابي جا ميسي، ومور ميسي جا محمد صالح اللي يلعب عند يلعب عند اللاعب الدولي تاع ليجيبت، يلعب عند ليفربول ثاني كوم اتاكون. دونك قائمه تاع 30 واحد منهم بنزيما، منهم كريستيانو. بنزيما وين وصل ما بالكش؟ بنزيما وصل رقم 17 من كلاسي 17 سي بوان. دونك احسب من 753 ل 6 بوان. 6 بوان 6 بوان يعني هو 17 من الاخراني اللي كان اكزاكو هيغو لوريس. دونك يلعب في فرنسا وعند توتنهام، هو الاخراني 1 بوان 0 بوان 0 بوان 0 بوان. دونك قلت لك كاين فيهم 30. دونك هذه في دونك اللاعب هذا كما قلت لك يا خويا بصح تضرب فيها بوان مودريتش. نعم ما جاتش الرئيسه تاعهم هذيك تحضر، ما جاتش هذيك اللي دارت الباز سيتو عندنا، ما جاتش تحضر. نبعث له نعيم مصالحي في دونك اللي اورغانيزاو هذا البالون دور هذه كانت يقولوا لها ماغازين فرانس فوتبول. داكور داروا حاجه جديده هذا العام، داروا حاجه جديده اللي داروا فيها تروفي اللي جان لي موان 21 لا بريمير فوا داروها. نعم موان 21 لي جوار يعني لي جان اللي لعبوا مليح واللي بالون دور داروا له وسموه تروفي كوبا، حاجه جديده. الجوار هذا مبابي 19 اللي حكينا عليه ديجا نص جزائري نص افريقي. دونك الجوار هذا ربح بهذا التروفي كوبا حاجه جديده. قلت لك قبايلي برك ما تقولش لا 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 19 اتاكون هذا يلعب عند بي اس جي ويلعب عند فرنسا. يا لطفي هنا يا راك خسرت. دونك حكينا على البالون دور سكي كونسير بصح ما هضرتش على البالون دور فيمينا. ايوا هذه حتى فيمينا سيبري سيبري جابت الخبر هذا حكيت عليه. حتى في المسابقه تاعهم داروا بالون دور فيمينا هو الاول، قدموا هو الاول سيبري هذا باش نهضروا على البالون دور ماسكيلان. سيبري داتوا البالون دور فيمينا، داتوا النرويجيه ادا اوغربورغ. يا خويا حط لنا لا فوتو عبد الله خويا، لا تشوفها وحدك، شوفها وحدك لا فوتو بالدرجه يا خويا. تبلغ من العمر 23 سنة وهي لاعبة. هذه ميس ميس ولا فوتبولوز؟ هذه فوتبولر هي أحسن لاعبة الآن ذات الكرة الذهبية. عطوها بالون دور. هي تلعب في الأولمبيك ليوني. في ليون داكور. وتم اختيارها من قبل 45 صحفي رياضي متخصص. داكور يعني ما كانش معرفة. يا خويا ان توكا ان توكا دونك داروا دو تريج اللي داها مبابي واللي داتو هديه سبور فيمينا. نعم نتكلموا ثاني نقعدوا في الفيمينا ومن بعد نعطي لك الماسكيلان تكمل. فيمينا هو البطوله الافريقيه لكره اليد النسويه. الفريق الجزائري لعب دار دوره تاعو اللي هو الان في الرتبه الثالثه من بعد اللي فوت كوب دافريكي، فوت اربع مباريات الاولى. لعبوا احنا فوت هذه خطينا خلاص. لعب مع الكوت ديفوار، ربح مع الكوت ديفوار، ربح مع الكاميرون، مع لا تونيزي داروا تعادل. وفي الماتش الاخير اللي كان البارح مع السنغال للاسف خسروا 22 نقطه مقابل 35 لصالح السنغال. دونك هما جروب ا سون كلاسي 3ييم سون لي 3ييم 3ييم. ربي يوفقهم ليكيب فيمينين تاعنا تاع الهوند مره جايه ان شاء الله. ان شاء الله تطلعوا الدوزيام سيدي. هاي ان شاء الله في الفوتبول دائما نبقاو ونروحوا عند الكان يعني كوب دافريك
دي ناسيون. دونك خبر اللي خرج اللي دار الباز هذه الايامات يحكيوا على الكاميرون سوف روتيري لورغانيزاسيون دو يعني دو لا كوب دافريك دي ناسيون. دونك نحاوها يعني على بالك باللي كل واحد حط ملف شكون اللي اورغانيزي هذا الكان هذه. دونك انتخبوا على حطوا ملف الكاميرون باللي هما اللي يعني قبلوا لهم الملف تاعهم باللي هما اللي اورغانيزيو الكان 2019. ولكن الان رانا يعني الكان 2019 ندار في اواخر جانفي فيفري والكاميرون ماهوش واجدين. دونك ماهوش واجدين نعم حطوا ملف مليح مي لكن ما بقاش رانا على شهرين ولا على الكان. دونك لقاو باللي لي زوتيل ما كاش ستاد لي ستاد هذوك اللي كانوا يبنوا فيهم مازال ما كملوهمش كيسيون سيكوريتي مازال يعني ماهيش مضمونه الكاميرون. دونك كيف انيولاو عطاو لهم افيرتيسمون شحال من مره يعني راكو روطار وراكو ما تلحقوش وكذا وكذا. هذا الاسبوع اخذوا قرار انه يلغيو يعني الكوب انيولاو ولا لا كوب خلاص. دونك مازال ما قروش راهم متفاهمين على بلاد اللي مدوها لها. الله اكبر دركي نوض بوتاف اخويا بوتاف قال لهم كوب دي موند حنا قادرين نسجلوا يعني قادرين نورغانيزيو كوب دي موند حتى الجزائر فيها ولا دونك خرجت الجرائد الجزائريه حكاوا قال لك الجزائر عاجزه عن تنظيم كان الكان بعد 56 سنه من الاستقلال. سمعنا الوزير حكى هذه الايام قال لهم لا احنا يعني قادرين نورغانيزيو لكن ماهوش واجدين دونك مش حابين بركة والله العظيم مش وقت. دونك نذكر برك باللي الجزائر اخر كان اورغانيزيتها سيتي يعني في لي زاني 90 لي زاني 90 لعبوا في عنابه 1990 اكزاكتومون وقت ماجر كان الاخير اكزاكتومون دونك دوكا راهي دور راهي كلامي دور بين يعني لافريك دو سود المغرب المغرب بالك انغولا بالك لافريك دو سود يعني راهي عندها احتمال كبير دارت لا كوب دي موند دارت لا كوب دي موند وعندها لي مويا وكذا. هما حبوا يشوفوا بلاد يعني اللي سهله اللي واجده يعني راهي الدور اونتر لافريك دو سود والمغرب وبالك مصر وبالك انغولا. دونك هاد الزوج في الشك ولكن هاي الدور بين المغرب المهم لالجيري ما كانش لا لا قالها لك الوزير قال لك قادرين لكن ماش واجدين. هذا في ما يخص الرياضه للرياضه. نروحوا من الرياضه نروحوا للبوكس البوكس البطل محمد محمد بن قاسمية اللي هو صاحب الضربة القوية البطل العالمي ونجم الملاكمة الجزائرية. هو بدأ البوكس في ألاج دو دوزون 12 سنة كان في عمره كي بدأ البوكس نعم في 2015 قرر أنه يحبس يعتزل يعني الملاكمة. هذا الملاكم هذا كان معروف بالضربة القوية دائما لا بلي بار تاع اللعب تاعو كان يربح بالضربة القوية يعني طاف 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 هكا خير ان شاء الله. وهذا البوكسور هذا دونك اتصل به حتى دول كينغ. دول كينغ هذا نعم دول كينغ هاي صورته معروف دول كينغ هذا مش ما يروح تاع الفيلم تاع بلال يعدلوا له شعره نعم بروموتير هدايا هذا سان غرو ماناجر يلحق محمد علي تايزون. دونك وين يكون بوكسور كبير يروح ليه يجيبه يروح ليه يوريونتي يجيب له يعني وين يلعب مع دي غران جوار يبريباريه فيزيكمون اكسيتيرا. دونك كونتاكته جابوا الامريكان سينيا معاه 4 سنين بالقاسميه قعد عامين ولا ديسيدي يعاود للجزائر يعاود يولي للجزائر قبل 4 سنين هذوك يعاود يولي باش يدير بطوله افريقيا عيطوا له بروماو له نديروا لك ونعطوا لك ولي للجزائر وكذا وهذا عاود ولا. دونك علاش نحكوا عليه ضل يدير تصريحات كيما هذو ولكن عاود ولا هاد الايام شفناه في واحد القناه في الجزائر وين دار تصريح. روحوا نشوفوا التصريح هذا علاش ولا واش بروماو له واش حكى ونقول لكم ان شاء الله. صراحة نتأسف كان قاعد في ليزيتازون وكان رحت بعيد. كاين ملاكمين نفس عليهم رجعوا ابطال العالم. كي عاودت رجعت للجزائر وبال ماشي بالارادة نتاعي، جيت يعني بالنداء تاع الاتحادية باش نعمل بطولة افريقية، جيت هنا وعطوني وعود كاذبة عاودت ريحت لهنا لقيت روحي فهمت؟ سي دو سابوتاج يعني نجيبوك هنا دير بطولة افريقيا تبوكسي قدام امام شباب الجزائر اللي محتاجك وتقدر تبوكسي كل شهر ونعاونوك باش نديروا محافل كبار في الجزائر وخارج الجزائر. كي جيت هنا لقيت العكس لقيت روحي عامين بلا بوكس.
جزائريين اخوتي واش تحب دير واش تحب دير اخويا مالوريزمون مالوريزمون ربي معاه وعود وعود ومن بعد تلقى روحك الناس تقدمت وانت صحيح بعد يقول المواهب كما هذه تضيع باطل تضيع بيان سور مش تضيع باطل سي التسريح تاعو راح يزيد يفشل مواهب اخرى انها ترجع يقول لك هاو ليكزامبل كان الفوق هاو رجع هاو ندم يعني ما كان لا دونك من الرياضه من البوكس من السبور نروحوا عند اللي داير الباز ندخل شويه في السياسه نولوا عند زياره بن سلمان للجزائر الحدث هذا اللي عمل الباز اللي داني طون في الجزائر نعاود نولي ليه هو شويه قدام ولكن نحكيو على الزياره هذه بين مؤيدين والمعارضين كاين المؤيدين اللي قال لك لا وجاي يجيب المشاريع وكذا وكذا والمعارضين اللي قال لك لا وهذا قتال وسفاح وهذه وكذا دونك بقات بين هذا وهذه الجزائريين حتى لي بوليتيسيان تاعنا واحد يقول لك ايه واحد يقول لك لا شفنا بليزيور ديكلاراسيون تاع لي رؤساء احزاب حتى لي جورناليست حتى القنوات كل قناه واش تحكي حتى ولات سخريه يعني حتى في لي ريزو سوسيو داروه ضحك نهار جا عندك لي قيس اللي عملت الباز تاع المنشار نهار انا عجبتني الهي ويحيى شو كيف الخزر اجبد شويه ويحيى لا لا كانه يضحك دونك هذا الكاريكاتير كان لي عمل الباز والخبر الاخر دائما في الزياره دار حاله اللي دار حاله انت ما امنتنيش بصح انا مالك الرئيس بوتفليقه يعتذر عن استقبال ولي العهد السعودي بسبب الزكام لا إيه كيما كي جات ميركل صدق او لا تصدق ايه سيدي اش بيك خويا هذيك الخبر خرج ولكن انا صح صفحات قالوا باللي هذا مونتاج ما كانش منها انه رئيس يعتذر سي سي با بوسيبل لا دونك مادام قلت لي هكذا قلت لك ما راني بريباريت لك واحد لا فيديو وين في القناه تاعنا اللي نعيطوا لها القناه اليتيمه عطناش تاع الليل لا كيرقدوا كاع الناس ربما الخبر هكا في الاخبارات في الفيديو هذا ونوليو ان شاء الله ما فهمتوش والله ما على باليش والله ما فهمت واش على واش يهضر ذكر بيان لرئاسة الجمهورية اليوم أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عذر عليه بسبب زكام حاد استقبال ولي العهد السعودي محمد والله ما فهمت ماجيني وأوديز بوتفليقة الذي لازم الفراش بسبب زكام حاد كيفاش؟ الذي لازم الفراش بسبب زكام حاد في كيل الزيت الله أكبر لا ما تحسب تعذر عليه كما كان مقررا استقبال سمو الأمير ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على طويري فزعنا الطيار دير البلد ربي يسرهم يا خويا ربي يسرهم هذا كان اخر اخ خبر معنا لحقنا زيرتني في الوقت اليوم باسكو جوستومون معنا واحد الاخ من القصبه من الجي معنا الاخ راه يستنى فينا نروحوا نشوفوا لا فيديو تاعو العمل الفني تاعو اللي داروا على الموضوع اللي من ديبيوت الحصه احنا نحكيوا عليه على الحراقه نشوفوه في ساعه مختصر ونعاودوا باش نحكيوا معاه في سكايب راني رايح وموحان دور مرايا تعمر قلبي وفاتت منه شحال ما حكاية الله غالب درت البوسيبل باش نعيش مع والديا وندير ليد في ليد مع أحبابي ونخرجوا من هاد الميزيرية هاد الحلم مكتوب في كتابي اللي تغلق عليا ليد في ليد درناها في الهجرة غير شرعية طاحت الكلمة وتفهمنا واحد ما سمع بينا لوجهة ديانا سردينيا داس فينا لا طيارة ترفدنا سلاكها الوحيد بابور له ولي لملا وغير بحر الطوفان يستقبلنا بلا باسبور وبلا فيزا هو يلحقنا هو يلحقنا يا ميمتي حسي بيا الله غالب ماشي بيدي يحتموا عليا الهجرة غير شرعية سمحي لي لو كان جات بيدي نبقى قدامك ونرضي ربي ووالديا يا رميمة حسي بيا نريح هنا ما نزوج ما ندير الدار ما تفرحي بيا إن شاء الله تكوني صابرة عليا دعيني نوصل ونخرجك من هاد الميزيرية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يما أنا وليدك اللي ربيتي أحسن تربية سمحيلي رحت للموت برجليا لو كان يرجع بيا زمان نمسح هاد الموع بيدي هذا هو المكتوب يا يما بعدك هدية سمحيلي 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 يا يما هذا كان الفيديو تاع الاخ يوسف لي نورمالمون راهو معانا اون ديريكت في سكايب الو السلام عليكم خويا يوسف
صباح الخير لاباس. واش راك شويه؟ والله الحمد لله. يا خويا صافي بليزير، انا نسمعوك مقطع بصح صافي بليزير. سلمنا على هدى فرعون برك. ربي يحفظك ربي يحفظك خويا. الوغ خويا فهمنا ساعة، قول اعطينا البطاقة الشخصية باش نعرفوا ايتيديون خدام شومار واش فهمنا برك. يوسف ولدي قصبة خدام، ما حبش القراية، كنت صغير فصلت تعرف الدورة في المعيشية، خرجت نشتغل برا، تربوا لي الدورة وليت نضع أربعة. المهم خدمنا الحمد لله، خدمنا بيدينا ما تكلنا على حتى واحد. يوسف 26 سنة عندي لاباج تاعي نخدم تاع راني بادي بها، انا من ار زاد ما عاوني حتى واحد، واش الله نلحق بروحي هنايا. وهذا هو يوسف. خويا يوسف سؤالي حبيت نقولك، وعلى خيرت هذا الموضوع بزاف مالغريك الناس يديروا شويه ضحك يديروا شويه كذا، انت خيرت موضوع حزين بزاف، وسي فريك هو الحدث اللي يحكيوا عليه شباب كل اليوم. انا لاباج تاعي غير حاجه ما فيهاش ضحك، حاجه فيها ميساج، اسكت ضحك علينا منه، والبلاد هذه ما تسحقش الضحك باسكو خلاص ضحكنا بزاف وصايب. دوكا دوك حنا ماذا بينا هاد الناس هذوما نور لهم الطريق الصح ونوعوهم باسكو خلاص ضحكنا وشعب ولا غافل بزاف. دوك حنا لازم نوروا الناس هذوما اي حاجه تكون في وقتها نديروا فيديو نديروا فيه ميساج باش نوعوا الناس، كيما دوك على الحرقه هذايا امواد حومتي اسمها نحكي عليها، حومتي حرقوا زوج ماتوا، درنا فيديو باش نبينوا باللي الحرقه هذه ما كي تحرق كنت تروح بكوارت الله يسهل، حنا كاع نروحوا بكوارتنا من الحرقة هذه لا باش تحرق قرب لميمة لا لا. وخويا يوسف تشوف باللي الدولة ولا الحكومة تاعنا راهي مقصرة شوية في الإعلان ولا في الحكايات على هذه الأمور، مش قاعدة تدير أعمال كيما أنت قاعد تدير فيهم. هذه حاجة باينة، هذه حاجة مفروغ منها. وثاني راني داير فيديو من قبل هضرت فيه على الأمور هذه، هضرت على السبة اللي خلات الإنسان يخير باش يلحق ما خلاتني نلحق نخير ما بين الحياة والموت. ثم سقموا له حياته يعيش في بلاده، انا هضرت عليها في الفيديو اللي قبل على طرح الراقه، هضرت على السبه وهضرت على الاسباب اللي يخلوا الناس يحب يتزوج ما يتزوج، يحب يخدم ما يخدمش، يحب يقرا ما يقدرش يقرا، اي حاجه يديرها كلش القانون المعوج، ما كاش ما كاين والو، على بها الناس اذا شي في راسه يخير يا الحياه يا الموت، هذه تسمى مفروغ منها، احنا ما نقدروش نهضروا عليها باينه. وحاب نستقصد عندك اصحابك انت في الحومه راهم ديسيدين يحرقوا؟ بيان سور. لا لا شوف لي حرقوا ما يقولوا لكش، مي كاين بزاف اللي كانوا حيحرقوا مدى صيبوا انو لا، وكاين اللي حرقوا راحوا كاين اللي لحقوا وكاين اللي ماتوا، راه حنا عندنا كل انواع. انت حسب رايك خويا يوسف الغلطه تاع شكون ولا شكون هو المسؤول الاول على هذه الحرقه؟ الحاجه الاولى هي المسؤول اللي كان انا في خير ما رجع ما يعرفش، وكان كلش مسقم اختارها. انا قلتها قلت لهم بلي قانون المعرفه يكون غير الزوالي، ثم شغل هذه المعرفه هذه كل ما تلحق الزوالي يقول لك لازم معرفه، كل ما تلحق مسكين الزوالي يحب يخدم يحب يقرا يحب واش يدير لازم لك معرفه، والمعرفه العباده تعرف لا راهم الفوق، حنا ما نلحقوش المعرفه، هذا هو المشكل في بلادنا، المشكل المعرفه. ثم انا في الدومين تاعي تلاقيت مع عباد بزاف فنانين عندهم 200 فيو فنانين ما تقدرش تتصور كاع، واللعيبات اللي ما عندهم حتى معنى ما عندهم حتى ما عندهم والو سيسو في شهر يدير البوز هاول هذا هو المشكل. وانت في الغنية تاعك انا اديتور غنيت عليها من قبل على هذا الوقت، اروح ندير كذا نردك مشهور صح فهمتني؟ صح يوسف هذا هو البروبليم الكبير. يوسف وي وانت واش راك حاب دير دوك؟ يعني راك حاب تبقى في الجزائر وتبقى تناضل، ولا انت ثاني عندك امبيوت باش تروح للخارج وتهرب وتخلي البلاد؟ انا يا بلادي ما نخليهاش باسكو فيها يما، انا نهار كل حنا كاع نروحوا لهذيك الدار هذيك، نهار تروح يما هذيك الدار تما نخدم ديسيدي نروح لهذ البلاد، اي مادام البلاد هذه فيها يما انا بلادي ما نخليهاش، والبلاد جابوها شهداء ومادا بينا نقعدوا فيها مادا بينا نعيشوا فيها، باسكو دوك حنا لواحد الوقت ما جاب لي ربي ما خلاص ما نقولوا الدوله باسكو خلاص انا ولفنا الامور هذه ولفنا، لازم دوك ندخلوا على روحنا ونعيشوا بروحنا خلاص، عينا هضرنا بزاف وما تسقم والو، ثم جاب لي ربنا حيتبان بلي نعيشوا كيما رانا وخلاص بالقليل واش وصاري فينا وناكسبتيها وخلاص باسكو عينا بزاف. دونك الحل هو انه شباب يهربوا يعني؟ كيفاش يهرب بكوارتو؟ اذا يهرب بكوارتو راني معاه نعاونو كاع، انا عندي ما يكون في الجيب المدايه ونقول له هاك روح اهرب احرق في الطياره ما كلها في البابور، مي الهجره غير شرعيه
حجر لنا ربي سبحانه قالنا ولا تقول بانفسك الى تهلكه وليمات هذه حاجه ابار صعب كما كشهدوا الله يسهل على كل واحد يا تما ما بقاش اسبوار ما كاش اسبوار على هذه حاجه باينه نحن كما نقول لك حنايا حجر لولانيه احنا جزائريين جزائريين عندهم عندهم واحد الحاجه بالك راكم تعرفوها يا صيابس انا مام كلش كونتري انا الحاجه اللي نحبها نديرها ونلحق باذن الله تعالى ومازال كاين رجال في هذه البلاد خويا يوسف تمافيا وي انا نسمع فيك بما انك راك في احتكاك مع هذا الشباب واش تقدر تعطي لهم نصيحه باش ما يوجهوش نفسهم للتهلكه بهذه الطريقه واش تقدر تنصحهم البديل. عن طريق الاعمال تاعك نقدر نشوف نقدر نقول لهم باللي باللي لا لازم الحل اللي ديرو لازم تكون تخمم فيه مليح ماشي زعما شغل تنفح لك زعما منظومه حرقه تجيك اليوم في بالك تحرق ترك الفلوكه وتحرق لا لازم تشوف كاع واش كاين واش المشكل تاع الحرقه ما تشوفش غير الفيديو تاع العباد اللي لحقوا لازم تشوف العباد اللي ماتوا تشوف اللي ماتوا يبكي على ولادهم ما تشوفش غير العباد اللي لحقوا ما تشوف العباد اللي لحقوا تما الحباس كاين عباد تباعوا عبيد كاين عباد لحقوا تما ما داروا والو مش ماشي غير اللي لحق انسان ولا يخدم ودار دراهم لا لا لازم تشوف كوتي واحد اخر وانا ننصحهم في حاجه باللي حجر لنيه الوالدين لازم تريح قدامهم لازم تشاوروا مع الوالدين ديالكم وحاجه ثالثه نقول لهم باللي اي واحد عنده حلم اي واحد عنده حلم انا واحد كي بديت ما كان عندي والو الحمد لله دوك راني بديت نجيب لي زابوني بداو يتبعوني الناس كانوا يقولوا الناس هادو ما يحبوش الخير داك دير لهم الخير والناس يحبوا الضحك انا لا حبيت الخير والحمد لله بديت نلحق ونلحق باذن الله ونقول للناس هادو جميع واحد عنده حلم لازم يقعد شي يتفتح حتى القطره الاخرانيه حتى ونلحق بارك الله فيك خويا يوسف ونحييك على الحماس تاعك يا خويا ربي يحفظك ربي يحفظك خويا وكش ما عندك خدمه اخرى ما تبخلناش زيد بعثنا كش ما عندك خدمه واحده اخرى ان شاء الله عندي انا حندير واحد تاع 2019 وش هي العهده الخامسه لا 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 ماشي كيسيو انا حنبغي ندير فيديو العام اللي فات تاع 2018 درت فيديو درت قلت لهم درت فيديو علاش انا نقول لك سيدي وانت عارف قدرك هضرت دات فيديو هضرت فيه كلش باسكو انا انسان شعبي وماشي متكي على حتى طرف ماشي كيما الناس خدموا خمس سنين باش هضروا على الدوله انا بديت هضرت على الدوله باسكو انا انسان مقيوس وكشط فيديو تاعي دارنا وانا عايش وما عندي حتى واحد ما متكي على حتى واحد وفقير ما عندي والو انايا حندير فيديو شغل خلاص ما شغل ما قعدتش امل هضرنا بزاف ما قعدتش امل دوك نبنيو روحنا بروحنا هذا هو البيت تاع الفيديو ديالي يا خويا ربي يحفظك يوسف والله غير شرف كبير انك معنا ما تنساش انك كش ما عندك خدمه تبعتها لنا بربي بربي راني ديما معك خلاص يا سيبك معايا كونتاكت تبعت لي يا خويا ربي يحفظك خويا ونزيد نطلب منك الاذن انه لا فيديو تاعك معليش كي نعقبوها في المغاربي اخي اون بوكل تبقى تفوت ما عندكش مشكل يا اخي لا روحك خويا الله يتاعك ربي يحفظك خويا وتحيه للعائله تاعك سلم لنا عولاد كارتيك وربي يجازيك الف خير خويا صحه ربي يحفظك بون كوراج ربي يحفظك صحه ربي يحفظكم تحيه لك تحيه لك ما شاء الله صافي بليزير تشوف دي جون راهو عم بالكم يا جماعه راهو يتصورها من جيبه ويخسر عليها من وقته ويضحي عليها ويجيب صحابه ويتورني والمونتاج في الليل والسهره والقهوه والكاوكاو حاله باش يمد عمل ويقدموا لا سوسيتي يا جماعه وما عنده حتى مقابل هو في ذاته راهو محتاج فدي جون كيما كا والله غير نشجعوهم لانهم قاعدين يخدموا في الخدمه اللي نورمالمون الحكومه تخدم فيها التوعيه يا جماعه تاع الحكومه تاعنا ضد هذا الحراقه راهي ناقصه بزاف ماهوش يعني تهدوا بالحبس وتقول له اللي نحكموه ندخلوه الحبس ولا تجيب له اموات لا يفو انكوراجي سي جون يفو تعطيوهم لانه الشباب عاد يسمع لي جون ما عادش مع الحكومه دونك يفو انكوراجي هاد لي جون حنا ان شاء الله نفوتوها لا فيديو تاعك اللي تحكي على الحرقه ان شاء الله في المغاربين نفوتوها ان بوكل ولا على وعسى كما تقول كما نقولوا كلمه تقيسها ولا تغير في شباب كان راح يحرق هذا واش كنا قاعدين نقولوا اخت فاطمه واش عندك ما تقولي في لو سوجي السوجي هذا نقولوا هو مثال جيد للشباب الجزائري ونتمنى كنوا اكثر من واحد هو شفنا هو اكزامبل واحد شفناه نتمنى نشوفوا اكثر من شاب يحدو حدو هذا الشاب بلي ميساج على خاطر الشباب يسمع للشباب تقول الحكومه ما لازمش نستناو غير الحكومه الشباب هذا الشعب هو لازم يعوى يوعى راح يعوى يحكموها في الفيسبوك راح يعوى خويا مخلوف
لا ما شاء الله يعني جاء شاب 26 سنة وعنده أفكار كما هادو، يعني هذا دليل أنه الشباب تاعنا واعيين، يقول لك يعني ما مش سيسين وما يعرفوش ما قد من غبريت مش في المستوى المطلوب. نعم هذا دليل أنه الشاب واعي، ربي يوفقه إن شاء الله وربي يكثر متعب. الحمد لله خاوتي، بدينا على الحراقة، تهنينا وحكينا عن موضوع الحراقة، حاولنا نقترح حلول أترافير هاد لي جون. بارك الله فيكم كي تبعتوا الحصة تاعنا، 54 دقيقة عدت تجري، حاولنا نمدوا الماكسيموم. نتلاقاو إن شاء الله الجمعة القادمة العشرة تاع الليل مع الأخت فاطمة مع الأخ مخلوف. بارك الله فيكم، تحية كبيرة والسلام عليكم.